نفس الامر كمان لما كابتن خطيب اشاد بالدور الكبير للمهندس سامح علي كامل، طبعا المستشار الهندسي لمجلس الاداره، وقال انه بيقوم بجهد كبير جدا في ملف الانشاءات وحريص بشكل مستمر على متابعه سير العمل في مختلف فروع النادي بمنتهى الجديه وبمنتهى الاحترافيه، لكونه واحد من ابناء النادي المخلصين، وكمان لانه ساهم بدور كبير جدا في الطفره الانشائيه في مقر النادي وفي فروعه المختلفه. كمان اتكلم عن انه هيتم افتتاح اربع صالات تليق باسم النادي الاهلي، وهي صالات للجمباز والكاراتيه والسكواش وتنس الطاوله لخدمه فرق النادي واعضائه، وقال ان هناك دراسه لانشاء حمام سباحه جديد وجيم متطور في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد لتلبيه احتياجات كل اعضاء النادي، الى جانب ان فروع او فرع التجمع الخامس سوف يكون صرح مشرف للنادي الاهلي. كمان المنشآت اللي تم تنفيذها على ارض الواقع هتدخل الخدمه قريبا جدا، يعني كلها اخبار حقيقه يعني جميله وعظيمه. جميله جدا يا كريم، وكان امبارح كمان الفيديوهات او التقرير اللي بتتعرض جايب لك قبل وبعد، مش هطلع اقول انا عملت وسويت فين، اهو قبل وهو بعد. صحيح. ولو تشوف بقى قبل وبعد كانك يعني نقلت الموضوع نقله تانية خالص يعني. لا لا لا، حاجه جميله بجد، حاجه تسعد الواحد.